25 عاما من الغربة يحملها خوسيه في طبق الحساء هذا. وصل من الإكوادور في منتصف تسعينات القرن الماضي، وتمكن بعد عناء من امتلاك مطعم. لن يصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه لم يحصل على الجنسية الأمريكية بعد، لكنه يؤيد الحزب الديمقراطي. أؤيد جو بايدن لأنه يدعو إلى التغيير ويرفض العنصرية وهو شخص جيد. حال خوسيه هو حال الملايين من المهاجرين من أمريكا اللاتينية ويعرفون باسم الهسبانيك، مجتمع حيوي منكب على العمل بكل أشكاله، أولويته اقتصادية، وفي السياسة يخشى تنامي العداء للمهاجرين. أنا مهاجر شرعي، ولكني أفكر في كل هؤلاء خصوصا في هذه الأزمة. ليس هناك وظائف ولا مساعدة، الوضع ليس سهلا، وأعتقد أن بايدن خيار أفضل من ترامب. الهسبانيك باتوا أكبر أقلية في الولايات المتحدة، إذ يشكلون نحو 20% من السكان. انتخابيا يمكن أن يكون الكتلة الراجحة، خصوصا في ولايات مهمة كأريزونا وفلوريدا وبنسلفانيا. حصل دونالد ترامب على 27% من أصواتهم عام 2016، والاستطلاعات تشير إلى أنه قد يحافظ على هذه النسبة العام الحالي. ترامب شخص ذو معرفة وتفكير، ويجب أن نتذكر أنه لا يمكنه القيام بكل شيء بنفسه، لأن في كل ولاية أو مدينة حاكما أو عمدة، وعليهم أن يهتموا بمنطقتهم. شعارات ترامب المتعلقة بالمهاجرين ستكون نقطة ضعفه الأساسية هنا، لكن دفاعه عن القيم الدينية يلقى صدى جيدا بين الهسبانيك المعروفين بالتصاقهم القوي بالكنيسة. رغم تعدد استطلاعات الرأي، إلا أن الأكثرية من الأمريكيين من أصل لاتيني لا تزال تؤيد المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسب تتفاوت باختلاف الولايات، وهي من دون شك ستكون الصوت الانتخابي الحاسم في بعض الدوائر الساخنة. نبيل أبي صعب، العربي نيوز.